بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوانا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما راكم تشوفوا معنا هذه الآلة اليدوية، يعني غنية التعريف. كل مرة نحاولوا نقوم بعمل يعني جيد. كما تلاحظون هنا قمنا ببعض التركيب، يعني اللون صبغنا اللون لكن لم يجف، يعني جف ولكن لم يجف بشكل جيد. اللون هذا برتقالي كما تلاحظون، يعني كالعادة الآلة هذه التركيب. هنا راح التركيب، هنا البكارات، كذلك أسطوانة الشباك، الماء المدخة، المحرك. الآن نعطيكم نبذة على المحرك المستعمل. المحرك المستعمل لدينا هنا 2.2 كيلو واط، يعني 3 أحصنة. عدد دورات المحرك هنا كما تلاحظون، يعني ناخذ 60 هرتز، 2840 دورة. هذا هو المحرك الذي استعمله، يعني المحركات التي استعملها دائما تكون محركات جيدة، يعني هذا صنع في إيطاليا. هنا بالنسبة للمخفض السرعة كما تلاحظون، هنا من الجهة الأخرى مخفض السرعة، هذا يعني الموديل، هذا الكتابة بالفرنسية SMV 0 75، هذا رقم التعريف تاعو. الكيلووات هنا يجب أن يكون كيلووات، لكن هنا لا علينا. هنا هذا كما تلاحظون 7.5 هي عيار مخفض السرعة، وهذا الرقم التسلسلي هو رقم يعني انبوت، هذه يعني كم نستطيع الدوران، حتى 900 دورة نستطيع تركيب محرك حتى 9000 دورة عفوا. هذا الجهد بالنسبة لمخفض السرعة. العمل كالعادة نظام التبريد، كذلك هنا تحكم يعني فارغة، لم نقم بالتوصيلات، سنقوم إذن غدا إن شاء الله بالتوصيلات. وهذا ما أردت توضيحه بالنسبة لمخفض السرعة والمحرك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.